تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله، إله تقع سنسا، وأنت تظهر حبه، أما تزعم حبه، يعني واحد موجين إسا أما الشيغان إسا إنا جعشاء الله سبحانه وتعالى إلا وأن جعلها سياسة الله سيات مرك إلهي كو عاسين إسا ما واحد يعني قف الشيغان آية إنو إلهي جعليا يسوى عاسين آية. هذا العمري محال في القياس بديل بولي ولا وأرن لياب له معنى قف كنوع عاسمين آية يعني محايا لي لو كان حبك صادقا حديث جعلك الشيغان إسو الله جعشاء سبحانه وتعالى صادق وهانا رون أهان لها لا تعته وأتطيع إليه الله سبحانه وتعالى. لكن إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، ما هي لقفك وجعلها معده وجعلها هي مطيع وياه وأطيعها مرك جعل كاس مرك وحبك مجري وياه وجعل بين جعل فيك أنا وحبك جري ما هي لواشيء غشوا كلية. يعني الله سبحانه وتعالى آيات كله حكولية هاي أو مرك هاسي آيات ذن كلام مراحل كله أو إنسان كاسي حن أو مريضون يكبر رميسان أما آيات بدون مرك هاسي إسكو حيقة الله حوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وفيرس انسان هو نورني وحنا قانا وحنا سديس اي كشكيسن كدحيا اي اي كل الله بنا معناها ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وانا سلاس الهه كغدو حبل الوريد كوا صح الله حوله مرك اياتك ايوا سعدان اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق مرك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وحي أتكدك توني مرك أيماذا أو ملك الموت كي أيماذا بو الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد آيات كاني الله سبحانه وتعالى وكغور رمايا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نفس دي مرك الموت كي أيماذا بونكي أفوفي دي سوال أفوفو نفسدي ولا كان الدونا يعني هي أيضا وضعان متكي جيدا يي سائق يذ هاي وذي إيو الشهيد شهدتي أما شهيد كمركاسي مرخاتك كعاي أيوة وضعان الكينا يا محد عي لقد كنت في غفلة من هذا أي الله مرك إلا جريئة من هذا قفك مركو جريء اتماده ملك الموت كأكتي سوي ما هذا أيا إله حوليه فكشفنا عنك غطاءك وحن مركاسي هذا كفيدني وان قادنا إن ده هذا أن بمبحنا أي أركان يعني وحي مركاسي هذا أركجين لقد كنت في غفلة من هذا الموت أرنتن وحد أحد مت معناها غفلة كجيرة أنا نلصعن أيضا هاي فكشفنا عنك غضاء كمرك ما أنتوا حلقا في ذي وحي مركا صارنا دبولك أها فبصرك اليوم حديد إن ده هذا ما أنتوا وحيه محي سيد برتيوك يعني أرق وضوا مت أرق يعني حاد البصر يعني مركا إن ده هذا محي نخذين يعني كو ادي اتلا هو تاغن او فرن يعني waxay ku tilmaaman culimada qidaagaasi waxa lagu tilmaamaa ee markaasi oo indhaha ka qari qofkan insaanka ah ee adduunki markuu u joogay ilaahay subxaana taacadiisa u diiday qafladii waxa lagu tilmaamaa waxay tahay yani qidaasi yani macnaha ash-shahawat wash-shubahat yani wax walba markaasi yani qofka oo macnaha yani marka uu jicleesto oo markaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka taacadiisa gafin kare yani dhamaan allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay marka wala qad darana li jahannama kathiiran min al-jinn wal-ins ufirso jahannama waxa loo diyaariyay in badan oo kamid ah jinka iyo insiga qoladaasi laga warramay allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala ufirso lahum qulubun ay leeyin quluub ay leeyin laakiin qulubtooda maxay tahay la yafqahuuna biha qulub baabaha ibra وعما أنا فهمي ولهم أعين لا يبصرون بها يعني إن دي ليه إن دي قلت سليه لكن لا يبصرون بها وحبكم أركان ولهم آذان لغي ليه لكن لا يسمعون بها وحكم مخلان يعني إلهي وحولي أنهم أصمعيني وإليه لغي ليه أن أصمعيني قلوب إليه لكن هبيرات وحبا أمتريان انت شيء إليه لكن وحبا أمتريان محايل الله وحولي أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كواسي بل يعني كالأنعام وسيد حولي وكرو بل هم يعني أضل بل أيها كسي دارن أو ك يعني أنا حوله مرتبط إيجوغاني كهوسيان يعني أو محا كود عي قلد أسي محا سا أقل يعني هي أولئك هم الغافلون معناها قلد أسي وحييهين هي كوا غافلين أه أو أنا بلص عن إلهي سبحانه وتعالى وعد كيسة وعيد كيسة وحو الله سبحانه وتعالى يبوها هي يوحو الله كوكو الدين أي بلا مسعودان مركي كهد الله سبحانه وتعالى يعني آيدي سان تن علماء مركا كهلا وحيليهن حوياناتك وحو إلهي وأورا ويقرتين محايلي حوياناتك وحي إلهي وأورا وحويان أذيق درتها الله أوري وحضر كيساق معناها بقول قيل عنق يرق سوته
asa yani meesho raba geysanaya qof oo iimaanay 10 geel 20 geel ayagoo wada taagan mindi uu soo qaadanaya midkan uu qalaaya ma diidi karo ma diidaysa midkan uu qalaaya kuwi kale u jeeda inta ordaan istaagaan ama gees imaadaan ilaahan wir na taabo ma dhacayso hada u fiirso qofkan qalaaya iyo geelan yaa weyn geela weyn haddana sidaas ay amar diida lama iimaanayaan maxay ilay ilaaha ku saxiray marka wixii loo awray ma sameeyeen mise ma sameeynaayaga naxam way sameeyeen laakiin insaanka ma sameeyeen insaankan hada laga hadlay oo la yiri lahum yaani qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha inday leeyihiin qulubay leeyihiin dhagay leeyihiin wax soo kuma maqlaan alla kuwa samixi ba'an subhanallah alla kuwa samixi hoogeen alla kuwa samixi noqdeen kuwa macnaha yaani adoon iyo aakhira seegay maxay yeelay qofkii asagoo ilaahay inta u sameeyay hadana ka waran ka faa'iideysan waa yeelan waayay naarta marka ay tagaan maxay leeyihiin qaaluu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun wa kasa ilaahu sidaanan ahayn ilaahu mardam uma laabanin cabaad iyo maxaan ku dhahay yacni calaacalay meesha ku hayeen marka allah tabaaraka wa taala waxaan weydiisanayna inuu naga mid yeelo kuwaasi allah subxaana wa taala waxaan weydiisanayna tabaaraka wa taala biasmaahi alcula allah tabaaraka wa taala waxaan weydiisanayna inuu naga mid yeelo kuwaasi maxaa way baabbaen kuwaasi qoladii macnaha yacni ka mid noqota qolo ilaahay sidaa uu ku tilmaamayo weeyaan oo ay u dhammaatay allah subxaana wa taala marka waa axadkaasi ay tahay in amarkiisa aan ku qaadan adduun qofkii amarkiisa adduunka ku qaadan waaya hadda waxaan maqlaynay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay ayaa u dambeeya waxaasi maxay ahaayeen waa jahannamo waa rafaad waa dhib intaasa u dambeysa alla leeyahay subxaana wa tacaala waxaana ugu horeysa qofku waxa uu macnaha yacnihii ku yeelan karaa inuu mathalan tusaalahaan qafladu waxaa lagu tilmaamay qafladu waxaa lagu tilmaamay inay tahay ama ay asbaabteeda ka mid a tusaale ahaan afar shay afarta shay waxaa ugu horeysa aljahl jahlu billaahi wa kitaabihi yacnihi jahl ilaahay subxaana wa tacaala macnaha qofka uu jaahil ka yahay kitaabka alloo jaahil ka yahay diinta alloo jaahil ka yahay muslimuna sheeganaya aw fi ljahli qabla almowti mowtun liahlihi jahligana mowtka ka hor mowtun liahlihi qofkiisa mowda u yahay qul hal yastawi alacma walbasiir ma siman yihiin kan wax arkaya iyo kan aanan yacnihi macnaha wax arkayn macnaha ma siman yihiin kan indhahla oo acmaha ah iyo walbasiir midka wax arkaya ma siman yihiin maxaa yeele jaahilka waa acma oo kale waa sidaasi mana sinna macquulla ma ahan arrinta kale waxay tahay sidoo kale qofka indhihiisaba ay noqdaan oo keliya xayaatu dunya adduun unuu arkaa diin ma arko kitaab ilaahay ma arko qur-aan ma arko aakhira ma arko indhihiisa waxay u jeedaan maxay keliya adduun allah arrintaas uu diiday maxaa allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala dalika biannahu mustaxabu lxayaata addunya cala alaakhira dhibta waxay ugu dhacday qoladan maxaa yeelay biannahu mustaxabu lxayaata addunya cala alaakhira adduunkii ka doorteen aakhiradii aakhiradii arki waayeen adduunkii unay qaateen wa in hudimat fazidha anta hadma وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت أراك تحب عرسا ذات قدر أبت طلاقها العقلاء بت وتطعمك الطعام عن قليل ستطعم منك ما منها طعمت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت فلست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبت